بكم في حلقة جديدة بعنوان فرز النفايات. بالنظر لخطورة النفايات المنزلية وأثارها السلبية المتعددة، صبح من الضروري العمل على تدبيرها بطريقة عقلانية ومعالجتها، وكتجلى الخطوة الأولى في عملية الانتقاء، وذلك بفرز النفايات وتصنيفها حسب طبيعتها. مشكلة النفايات كتجلى في عملية عدم الفرز. عملية الفرز كتستدعي وعي بيئي كيراعي فرز النفايات وعدم الخلط ما بين النفايات العضوية والنفايات القابلة للتدوير مثل البلاستيك والورق والزجاج والمعادن وغيرها. اليوم مراكز التمر وتثمين النفايات كتوفر على وحدات الفرز، لكن هاد الوحدات ما يمكنش تأدي وظيفتها على أحسن وجه إلا إذا تم الفرز من المنازل، على الأقل فصل المواد العضوية عن المواد الغير العضوية. النفايات سواء كانت منزلية أو صناعية فهي كتحتوي على نسبة كبيرة من المواد ذات قيمة اللي يمكن إعادة تدويرها واستعمالها في الصناعات كمواد أولية، وهذا الشيء كله من أجل المحافظة على الثروات الطبيعية. أشنو هي التدابير اللي اتخذتها الدولة فيما يخص فرز وتثمين النفايات؟ من أجل فرز النفايات غيتم إنشاء مراكز ديال الفرز على مستوى مجموعة من مراكز التمر وتثمين النفايات اللي كنسميوها مطارح المراقبة، هذا كمرحلة انتقالية في انتظار تطوير الفرز الانتقائي في المصدر، وهذا هو اللي مهم اللي هما المنازل. وما ننسوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعا.